باش نفجر هذا الملف. هو مؤتمر صحفي للسيدة سعيدة شرف بمازاغون اللي كنسمي انا جريمة مازاغون وليس مؤتمر مازاغون، جريمة مازاغون. علاش جريمة؟ لأن السيدة سعيدة شرف دعت بأن استعنت بهاكر سعودي اللي اخترق حساب الأستاذ حياة الشوران وجبت سكرينات للأستاذة حياة الشبران اللي كانت تتواصل مع حساب حمزة موبيبي، واللي مكتوب في هاد الرسائل اللي كانت بين حياة الشبران وحمزة موبيبي هو التعرف تاع حياة الشبران بهذا الحساب وسب والقذف في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، ومختوم بكلمة ويا ناري اللي معروفة بها دنيا باطمة اللي بتنسبة لدنيا باطمة. ما علينا، ادعت أن الاستعانة بهاكر سعودي بت وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الأشخاص هذا الإرهاب اللي درت بناء على سكرين مفبرك، ثم التحريض الأخ ديالي اللي هو أسامة جامي المسمى بالمعروف بالهاكر، حرضته لدخول نظام المعالجة للمعطيات، دخول حساب حياة الجبران بحجة أنه عمل خيري وأن القضية قضية وطن وأن القضية واصلة لجلالة الملك محمد السادس، وهذا بالدليل عندي تسجيل صوتي. عدت أسامة لهذا المؤتمر، دعته من أجل المشاركة في هذا المؤتمر، ولكن أسامة فاش طلب منا تمدوا هاد السكرينات تبين له أنها سكرينات مفبركة ومعدلة ببرنامج فوتوشوب. من بعد فاش بان لي هاد السكرينات المفبركة أبى أن يكون مشاركا لهذه الجريمة، لجريمة مازاغون. قلت لكم بعد ما ضرب لي أسامة في المصداقية تاع هاد السكرينات تأمر سعيدة شرف وماجد مسير حساباتها على أسامة ونصبوا له كمينا لكي ينسب له أنه الهاكر الأساسي فيما يسمى عصابة حمزة موبيبي، بادعاء ماجد أن حسابه اخترق وأن المخترق موجود بمدينة أكادير. وهذه السيدة تجاوزت الحدود، هذا مجموعة من الخروقات، الاستعانة بهاكر سعودي بت وتوزيع ادعاءات كاذبة، هذه السكرينات اللي خرجت بهم أمام الصحافة، وعندي تسجيل صوتي فين تقول لي عندي تفرقعة كبيرة جمع ما يزيد على 120 صحافي، والقضية واصلة لسيدنا أسامة وتطلب من أسامة يكر ويدخل النظام المعالجة والحساب حياة الشهرة اللي بين نشري، وعندي تسجيل آخر فين تتضرب باسم الفرقة الوطنية، أجي عندك أسامة الفرقة الوطنية كشاهد فقط ولست بمتهم، وإنها تتحمل المسؤولية تاع هذا الكلام ديالك. ندوزو لنقطة أخرى، علاقة أسامة بسيدة شرف، أسامة تعرف على سيدة شرف في سنة 2018 فاش صدرت ليها الكونت ديالها على حساب انستغرام، هذا من مورا بعد مرور شهرين على استردادها لحسابها تلقى معنا في التغازل وعطاتو مبلغ مادي اللي هو 2000 درهم ماشي 3000 درهم و 4000 درهم كما كتقول، 2000 درهم عن طريق تشيك، يعني ثابت بانه عطاتو 2000 درهم كمبادره من عندها. اما بالنسبه لاطوار المحكمه والهضره اللي خرجت بانه الباسبور اللي صيفطات لي على اساس رد ليها لو كونت وعلى حساب الفيريفيكاسيون تاع لو كونت، المتابعين الكرام والراي العام الوطني والمحلي عارفين بانه الباسبور ديالها ما عمرو ما تحط في حساب حمزه موبيبي، وقالت امام المحكمه المقرب بانه الباسبور اللي عطاتو تلقاتو في حساب حمزه موبيبي، وهذا تضليل للعداله. قلت لكم اللي بغيت نشير ليه بانه كاع هاد المعتقلين نفس التهم اللي كانت موجهه لهم ما داروا هاد الناس اللي هي المشاركه في دخول نظام المعالجه، وهي خارجه امام الصحافه واعترفت بالاستعانه بهاكر سعودي اللي هو التكييف القانوني ديال المشاركه في دخول نظام المعالجه للمعطيات. هاد النقطه الثانيه سكرينات للسيدة حياة شبران، وعلاش كنقول لكم انا بانه سكرين مفبرك وان القضية مبنية على باطل، مبنية على باطل فهو باطل، وخير دليل بانه ما اتخذش أي إجراء ضد الأستاذة حياة شبران.
وتواصلنا مع الأستاذة حياة جبران وقالت بأنه مستعدة لأداء الشهادة، شهادة الحق بأنه لو كونت ديالها معمر وما تهكر، وبأنه دوك السكرينات اللي دلات بهم السيدة سعيدة شرف سكرينات مفبركة. قلت لكم النقطة الثالثة هو الإرهاب اللي دارت وطفات الشعب الصحراوي، وذكرت بأنه خاص جوج كاميوات يهبطوا للشعب الصحراوي ليبيدوا هذا الشعب الصحراوي. علاش؟ باش يتحركوا مع الأجهزة. وانتم عارفين بأنه الفرقة الوطنية، وهذه الأجهزة كانوا يتحركوا أثناء مساس بالأمن الدولة، زعزعة استقرار البلاد، الجرائم المالية الكبرى، العصابات الكبرى، وما يتحركوا في هذا الملف اللي هو ملف عادي، ماشي عصابة حمزة موبيبي. وخير دليل التكييف القانوني اللي دار لهاد الناس لي دوسي ديالهم مفرقين، ومتبوعين بجناح فقط وليس بجنايات. ماداش لو دوسي ديالهم الاستئناف في المبتدئين اللي بغيت نشير ليه بانه العصابه الحقيقيه، هم هاد الاطراف. وعندي الدليل وندوز لكم مكالمات مسجله باش يفهم الراي المحلي والوطني والدولي حقيقه الامر بانه سكريم وفبرك ومبني على كذبه وجريمه مازاغون. إذا الشيء بدا بمؤتمر صحفي ويسالي إن شاء الله بمؤتمر صحفي، لأنه الخاسر الأكبر في نشر الفتنة والفوضى في البلاد هو الوطن والمواطن، وحنا ما بيناش هذه الفتنة. علاش بقينا ساكتين هذا المدة تاع 6 شهور؟ على 3 نقاط. أول حاجة عندي تسجيلات تقولي بأنه القضية وصلت لسيدنا الجلالة الملك ولا يعقل نطلبوا في بلاد أمير المؤمنين، دايرين الثقة. النقطة الثانية تنازلا من جهة الأخ ديالي أسامة، قال لي أنا كنكره الفعل وليس الشخص، والسيدة حلفت ليها بالوالدة اللي كاين في التسجيل، قال لهم ما يمكنش نخالف بالعهد تدخل فيا بالعهد. وثالث نقطة هي فاش تضل الرأي العام بمشاركة الذي يدعي حقوق الإنسان، مشاركة تضليل للرأي العام وخارج تضليلا للرأي العام وتضليلا للعدالة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.